الله، السلام عليكم. اليوم عندنا حصة سنة ثالثة متوسط، أوكي؟ يس. سنة ثالثة، اليوم عندنا سنة ثالثة متوسط. فوالا، عندي أولاً قلنا نكملوا التمرين، لكن نبدأ بالسيكونس 1، أوكي؟ سو نبدأ بالسيكونس 1. نسيب عطات لي المقطع الصوتي. نعم، نعاودو سيكونس 1. يس، نعم، اوكي. سو نعاودو سيكونس 1، اوكي. سو المقطع الصوتي احنا ما درناهش مع التلاميذ خاطرش ما كانش عندي، والان عندنا المقطع الصوتي، اوكي. دونك حنديرو من البيج 11. سو نديرو زوج الصفحات، اوكي، من هنايا نسيو نديروهم، من بعد نسيو نحلو التمرين مع بعض. اذا ما كفاش الوقت على التمرين ممكن نديرو حصة اخرى، اوكي. عندي المقطع الصوتي هنايا، اوكي. سو تحبوا نسمعوه ولا تقراوه؟ نعم، هاي. سو المقطع الصوتي تحبوا تقراوه ولا تسمعوه؟ ما اوكي، نسمعوا. اذا فاست دوك نسمعوا، اوكي. سو دقيقه، لي قاتي تا وين جات؟ مازال ما بديناش اصلا، كنا نقصوا، اوكي. نعم، دونك واش قلنا نديرو اليوم؟ قلنا نديرو سيكونس 1، اوكي. نديرو سيكونس 1 على نعاودو سيكونس 1. حنا درناها، اوكي، لكن حتى ما ندو تاع المقطع الصوتي ما درناش، لان ما كانش عندي النص، اوكي. بون، حبيت تقراني النص، اوكي. هلو ايفريوان، سو نقراو هادي، اوكي. سو 1 2 3 4، سو عندنا فور ديفينيشن، اوكي. سو اولا واش عندنا؟ عندنا تاسك 1، اوكي، عباره على عندنا فور ديفينيشن، اوكي. سو وي هاف فور لايك سمول باراجراف ولا سنتنسز، حنا نقولوا جمل، اوكي. سو جمل عندك فيرست 1، اوكي. نقراو ديفينيشن نمبر 1 ولا نقراي نمبر 1 اونلي. سو نمبر 1 يتعلق باي، نمبر 2 يتعلق بي، نمبر 3 يتعلق 3 يتعلق بسي، اوكي. اند نمبر دي يتعلق بالفور، اوكي. سو ليتس جيت 1. Manga is a Japanese comic book that tells stories in pictures. Yeah, totally. In fact, hi. Hey, so hey, and the manga. Manga is Japanese comic book that tells stories in pictures. Yes, this is this Japanese comic. Okay, let me see. Okay, number 2. Anime is a Japanese television, animation, or cartoon. Okay, can you read number 2? Yeah. So, I don't know. And this one, this is more. Nah, now it's simple. Lala text, this is more. ما كاش النص دوك، لكن نحطو من بعد، اوكي. اوكي، سو قال لك انيم، اوكي. انيم سو ماشي كاوك، ماشي سودوكو، ماشي كاراوكي. يا انيم وشنو هو؟ از جابانيز تيليفيجن، سي يس، كارتون، اوكي. ميكي، اوكي. نمبر 4. نمبر 4، يا اوكي. Karaoke is a Japanese form of entertainment. People go to karaoke clubs to listen to the music of popular songs. Yeah, can you have karaoke? Yeah. Yeah, karaoke Yeah, ديو المايك ويغني، اوكي. سميتان ديو غنية من الله، اوكي، في المسرح، هو يغني معاها في الميكرو. فوالا تاع الأغاني، نعم. سو نمبر 1، أوكي. وبيان سيغ كامل نعرفو سودوكو، يا هو اللعب تاع لي مات. يس، فيري جود، لعبة رقمية، نعم.
نعم. So we have okay, so what we have here, I walk with my partner. So listen again and match each definition with the right picture. Okay, we did it. Okay. الآن number four, قالك I listen and fill in the profile. So كاين paragraph. Okay, الآن أسكو أنا بون أنا نمشي كيما معاكم. Okay, أسكو تسمعوا الباراجراف شي طويل وريحتكم تقاوه أحسن. Yes, أحسن. ما أنا أظن أحسن لأن باش تسمع من بعيد شوية واعرة. أوكي شوية واعرة ضغطنا نقاوة. أوكي الآن هذا هو النص المسموع تاع التاسك تاع التاسك. ما يبانش نو بون اللي ما يبانش عنده مشكل تاع كونيكسيون. أوكي سو الآن اش عندي هذا هو النص. أوكي يحكي على نعمل البروفايل تاع هذا. نحكي على first name, surname, nationality, hometown, country and interest. اوكي من هاد من هنا نحو الان واش ندير انا بلا من عمر منا نقولوا مثال. اوكي مثال اول لما نقول لك باش ما نقاوش نضيعوا وقت شويه لما نقول لك first name راح نعرف what is the first name. عندنا لا انفل وشنو first name الاسم. very good yeah so فوالا بالانجليزيه توجور نبداو بالاسم تاعك مع الاسم العائله دائما. بالفرنسيه والعربيه نبداو باللقب تاعك ونروحو الاسم. اوكي سو هذا هو الفرق. سو فيرست نيم نقولو فيرست نيم اسمك. لما وات از هيز سير نيم يا ياشميتو. الباقي اللي ما فهمش يحبسني. اوكي سو ياشميتو ايج وات از هيز ايج. Very good. Yes. What is his nationality? What is his nationality? Okay, now what is his nationality? Yeah, Japanese. هو جابوني. Okay. Because علاش? Because he lived in Tokyo. Okay. It's complete Tokyo. كما يقولوا أنا I live in عنابة. I am Algerian. Okay. I live in Wuhan. I am Algerian. Voilà. لما نقولوا hometown وشنو هي؟ Tokyo. Very good. Yeah. Hometown is Tokyo. Yeah. What is his country? Japan. Yes. Voilà. Yes. نقولوا Japan. Okay. يعني Japan. لأنه هو Japanese. الآن إيش قال لك؟ عندنا what is his interest؟ عندك 1 2 عندك 7. شكون يقول لي؟ Yeah, what is his interest? ما قولوا وش يحب. Yeah, very good. عندي مانجا. Okay. Anime. I always read a few times together. I love anime. Okay. My favorite TV anime. Okay. I am not really fan of Sudoku. Okay. ما يلعب Sudoku. Yes. Okay. I am not good and I'm not smart boy. I cannot. They so excited understand game. Okay boring. I am fond of karaoke. وش معناتها؟ فوالا انا معجز ما يحب كاراوكي. اوكي ايضا شو نقولو وين راهي عندنا تيا قال نعاود دقيقه سو قال لك I love Japanese teen songs. وش معناتها teen songs؟ فوالا فيكو تين معناتها بكلمة teenager. اوكي معناتها مراهق. I always clock out. اوكي I can't play any music. نعم books كشغل لا teenager هو واحد مراهق. فوالا انا adolescent يكون في عمر بين 13 حتى 16 18. اوكي نعم. What about books? اسكو يحب يقرا؟ Yeah, قال لك together with books and wild animals. Yes, exactly. Okay. Yeah. So هادو هما أباغ ما يلعبش فيديو جيم صح؟ نو عندك دبل ساندويتش بوتلا.
وين هاي؟ I prefer video games. Yes, ما يحب كلش. أبار سودوكو ما يلعبش. Okay, nice. So هذا دونا. Okay, so شكون ما فهمش؟ فريدة فهمتيش؟ لا. فريدة أكي هنايا؟ واحد. Okay, واحد. Okay, الآن على task 6. Okay, so task 6 and 7. أيضا ما عنديش ال يا ما عنديش. So I listen task 6 and 7. So yeah. So وش عندنا task 6 and 7 interview عندي first question. Okay. دوزيام. So هذا هو النص. Yes. So هذا هو النص نفسه. عندنا أسئلة ونخيره. Okay. أول okay نسيبا first and first second. Okay. So تفضلي نسيبا. Number 1. Okay. So what do you like reading? Okay. No, نقاو first question وجاوبوا عليها. What do you like reading? وش معناتها؟ وش معناتها؟ فوالا. Yes. So وش قالك هنا؟ قالك I listen to the interviewer and take the answer that suits me best. ما أنا سقسيك نسيبة قولك What do you like reading? وانتي تجاوبيني هنايا. قولي I like مثال. انتي واش اسكو تحبي مانجا؟ تحبي other comic وش تحبي؟ Tell me. Okay, science. وش تانيك؟ هذا مكان؟ Animals, لا. Okay. وش تانيك؟ تحبي internet, صح؟ Any other books, لا. تحبيش other books؟ ماشي منيح حزم قاي. اوكي الان next one number 2 هذه نسيبة number 2 and 5 how often do you read اوكي هذا مكان اوكي that's it اوكي خلاص بو خلفة number 4 What kind of music do you listen to? عندي classic music. لا ما أحليش. Okay, أبو خلفة عندي number three. أبو خلفة. أبو خلفة هنا. Hello. أبو خلفة. بو خلفة تجاوب ولا تجاوبش؟ اوكي ما عندناش وقت اوكي عندك وش عندك؟ عندك كلاسيك ميوزيك الجيريان ميوزيك راب اي نيفر ليسن تو ميوزيك ولا اودر سو انا اقول بو خلفة يحب راب يحب اودر ميوزيك اوكي وهذا مكان لا اودر ما عنده حاجة اخرى كما هو يحب يسمع غناء وحدة أخرى ماشي راب ماشي كلاسيكال وماشي ميتال الجين وحدة أخرى زعما ميتال يحب يسمع فوالا يحب يسمع ميكان يا واش تحب بخلفة أنا نسناو كلش أوكي يحب كلاسيك يحب كلاسيك ميوزيك يحب الجين ميوزيك ميتال مالو في القسنطيني أوكي الجيروا ويحب الراب أوكي وايضا يحب كلش اودرز وحده اخرين اوكي الان عندي مزيان ولا اريج سوري عندي اريج بس اريج وات كايند اوف جيمز دو يو لايك اوكي ما عندناش فيديو اوكي عندك فيديو نقول فيديو جيمز نعم اريج اوكي هنا اوكي وش تحبي تحبي تشيس اوكي سو لجو دي شاك وش ايضا فيديو جيم اوكي بلاي ستيشن وش تانيك تحبي البيار كروس وورد اوكي خلاص نعم
شنو هذا يا جودي شاك هو بالذات يس يا كروس وورد هو هذوك لي مكروزي فوالا لي مكروز بدلنا نعم وهذا هو عباره جودي شاك اوكي السنوكر والبيار هما البيار يعني فيديو جيم اوكي الان نديرو تاسك 11 اوكي سو هنا عندي بي بي سي راديو يا ان ذا اندس مونتان يا سو عندنا مايا اند عندي ادامو سو عندي فيرست بروفايل ادامو مزيان وات از هيز فيرست نيم واش نقولو وات از هيز فيرست نيم اسمو واش نقولو واش معناتها فيرست نيم ما كيسمع فيا his first name يعني واسمو الاسم تاعو اوكي تفضلي شكون عندي ملاك اوكي تفضلي سابرينا very good yes وشنو what is his first time اوكي تفرحي yes ادامو So, Tia, Sabrina, what is your first name? Lala. What is your first name? اسم تاعك وشنو هو? Yes, your first name is Sabrina and your last name is Fahi. Okay? هنا عندي first name is Adamo and the last name is Fafana. Okay? شكون يقولي what is his nationality? شكون يقول لي نعم سو لي قال لي اولا كي يقولوا واش معناتها وشنو هو يعني وشنو هو الجنسيه تاع جنسيه لانه هو فروم نيجر اوكي نقولوا انه نيجيريان اوكي نيجيريان سو هيز فروم نيجر سو عنده هيز نيجيريان وات از هيز كونتري شنو نقولوا نالا اوكي عندنا مصيبة عندنا نيجيريا وعندنا نيجر اوكي يس عندنا زوج كونتري عندنا نيجر وعندنا نيجيريا ماشي كيف اوكي نيجيريا نيجر اوكي ماشي كاين زوج سو نقولوا هذيك اوكي سو باش نقولوا اوكي ناهي سو عندنا تو كونتري عندنا نيجر وعندنا نيجيريا اوكي سون ديفيرون تمام هنا الاخرى كيكون نعم هذا كيكون في نيجيريا سو نكتبها هنايا كي تكون عندنا نيجر اوكي نيجر بعد نيجر هيز نيجيريان اوكي نيجيريان كي يكون فروم نيجيريا اوكي هيز نيجيريان بالا اوكي خاص بالا كاين دو ديفيرونس لكن هو فروم نيجر سو نقولو نيجيريان نقولو كونتري تاعو از فروم نيجر Yes. What is his age? Yes, very good. Yes. What is his sex? Boys or girl? لما نقولوا sex وش نقولوا عليه? Yeah, and very good. Yes, لأنه هو عبارة عن male, okay? نعم. هاي لك فوالا. هاكي تشوفي نيجر هنا نيجر. فوالا. لما نقولك sex معناتها اسكو هو مذكر ولا انثى. نقولوا ام اوكي اش معناتها معناتها كي يقول لك ام اوكي ام واش معناتها ام فور ميل اوكي اند اف فور فيميل اوكي هذا واش معناتها مفهوم سو ليتس نديرو لي موراها لي موراها هي عباره على شكون ما هي صح اوكي دقيقه نحي هذه الان عندي مايا الان عندي مايا what is her first name شنو نقولو yeah her last name Perdito what is her nationality so Peruvian شنو جاي من جاي لي Peruvian I am Peruvian. Yeah, she's from Peru. صح. Okay, yes. Well, صح. شكرا لك شلي بالي. So she's Peruvian. Okay. So نقوله she's Peruvian. شاتي Peruvian. قال لك what is her country?
بيو نو نحو الفي سو نشايت لا لا نقول هي بيو بي يس اوكي نعاود اكسنا دقيقة يس عفوا البيوين جاية جاية من جهة المكسيك اوكي سو بيفيان هير كونتري از هذه هي بيو اوكي سو هذا الكونتري تاعها ايج شي از 14 نعم سكس شي از اف لانها هي عبارة على فيميل طفلة نعم شكون عنده سؤال نعم شكون قالت لي ميس اوكي ندير الان صفحة اللي موراها وهي صفحة تاسك 13 اوكي سو قالك again I listened to BBC radio interview part 2 and cross the out the word information between bracket okay so عندني هنا information ونحوم هنا مثلك اولا عندك he's interested when عندنا plant animals and birds yes على just دقيقه باش نفهم اوكي okay, واش نخيره الان نص الدوزيام هو عباره على هذا النص اوكي okay. عندي ادامو عندي مايا اوكي سو شكون قراو النص سو لما نقول لك انا اول سؤال هذا عباره على ادامو's profile وهذا على مايس بروفايل نفس الطريقه كما قدرناها قبيله كيف كيف اوكي سو كل واحد يقول لي اذا ادامو واش يحب وات هيز انتريستد ان وات بلانت انيمالز اند بيرد اند واي يس نعم ايه اوكي سو دقيقة اش قلتي صابرين اش قلتي لي سو نعاود نعاود نعم سو عندي هاد تاسك 13 عبارة على اسئلة تاع انتريست يعني وش يحب بالنسبة لي ادامو اول سؤال قالك he's interested فاش plants animals and birds في هاد النص هنا هنا متكو هنايا لما قالوا بي بي سي بريزانتي قالوا ناو ادامو What are you most interested in learning about? وش حاب تعلم؟ وش قالوا؟ حاب يتعلم plants, animals or birds? Yes, قالوا I love reading about birds, okay? Doesn't be cat, so only birds, صح؟ ما قالش plants, ما قالش okay, so we have birds. يحب yeah, flamingos, يحب okay, so we have only birds. Next one. He is bored of or fond of bird watching. Which ask you have bird watching like which part have bird watching? Why? So وعلاش? Yeah, so yeah, he's found but she okay, so bored bird off يميل منها okay found ما عندها يحبها bird watch yes وش معناتها bird watching bird watching معناتها يقعد يشوف في الزواوج يشوفهم يقعد بك يشوفهم yeah so لما قال هنا اش قالك لا ريبونس قالك وين راهي وش قال yes قالك اي ما يشبه لا فوتو عندك اوكي سو اوكي لاس يا نعم نحيتها اوكي okay. اوكي سو اش قالك قالك اسكو هو يحب ولا ما يحبش بيرد واتشينغ بيرد واتشينغ معناتها يشوف الزواوج اش قالك في النص قالك اي كان واتش ذم فور اورز اند اي نيفر جيت بورد اش معناتها Very good. So, ask he is bored of or fond of. So, قلنا is fond of bird watching. صح لأن قال لك I love, I can watch them for hours. ما تقدر نشوفهم بلا ما نكره. لما قال لك he never or always watches them for at weekend. وش نقوله? Why? Exactly. So لما أقول لك I am bored, أنا كرهت, okay? I am bored of reading. أنا كرهت نقرأ. أنا كرهت نقرأ.
كيقول لك I am fond of reading معنى أنا نحب نقرأ. أوكي سي سوا ديفيرونس فريدة. أوكي بالنسبة لي قالت لي شكون لي قالت لي مزيان مزيان مزيان. بالنسبة للسؤال هنايا قلت لك هي كان اسك هي نيفر او اولويز واتشز ذم ات ذا ويكند. قلت لي هي نيفر واي بيكوز نيفر جيت بورد. اوكي سو هادي نيفر جيت بورد هي بالنسبة ل اي كان واتش ذم فور اورز ما يقدر يشوفها ساعات. اوكي يقدر يشوفها ساعات وما يكرهش. لكن اسك في الويكند وين راه الجواب تاع الويكند في الويكند اسكو في الويكند يحب يشوفهم ولا ما يحبش؟ هذا هو السؤال. وعلاش؟ اوكي وعلاش ما ديري جواب؟ نحب انا كنت انا التلميذ اللي يعطيني يعطيني جواب يعطيني سؤال جواب نحب نفهم علاش. اوكي سو علاش قولي علاش. اوكي سو اد ويكند سو اسكو هادي شون قالك اد ويكند داد اولويز تيكس مي takes me to the Niger river. تسمى يروح الريف يا اخي. اوكي to watch migratory birds. yes okay so the weekend يروح يشوفوا birds. okay and like flamingo صافي هو يشوف في الويكند. yes very good always. okay باسكو في الويكند بابا يروح معاه ويروحوا للريفيير ويشوفوا زواوج يعني يشوفوا هذا النوع من من الحيوان. number قال لك he can or can't watch them for hours. وشو نقولو؟ very good can yes can قالك I can watch them for hours very good yes. الآن أريد next one شو نقولو؟ yes قالك he always or never get bored وشو نقولو؟ never yes never get bored هم تكون أنا قالك never get bored وش معناتها always وش معناتها never؟ very good well done so always هي ابدا و never هي never يعني جامي. yeah الان ديو مايا وان. okay so ديو مايا مايا قال لك what is his what is her interest animals plant or bird شكون يقولنا مايا؟ yes مايا شكون يقول لي يطلع معنا يقول لي انفلك هنايا. so what مايا her interest is animals plants or bird which calling why why وين قلت يا animal plants انا قلت plants هنايا وين قلت يا animals plants so قالك I love reading about plants in general okay so plants ما عنديش animals okay okay so I can't I am interested in kind of flowers. She okay. So number two, she is keen of biology or biology or botany. So, نعم. Yeah, we know from us. Yeah. So. So she loves yes I am very keen on botany. yes very good so botany yes. number three she never always goes for a walk in the mountain. yeah always go for she always yes exactly. Limoaha she can or she can't tell the names of many plants. yeah she can why she can or she can't انفال can't ولا can انف yes واش ما فهمش can't ولا can وعلاش can't انفال اسكو هادي can الاولى ولا الدوزيام one or two why can't I can give the name I can give you the names of many plants but I can't remember all of them
Yeah, she can. قالك ask her she can tell the names of many plants in هكا. Okay, so yes, she can. Okay, so many plants. ما قالكش all of them. قالك so many. Yes, but she can't remember all of them. Of course, تعرف شوية بس ماشي كامل. Okay. ديموها وش عدنا. She can or she can't remember all of the English. Exactly. Can't. Yeah. Okay. Yes, very good. So voilà, دي هي. Okay. الآن اني نحل المايك باغي. اوكي سو هذا هو البيج 14. اوكي النص حنحطه من بعد ما نحطه في الفلاباج باش هكا الجميع يكون عنده النص. اوكي غدوه ماشي غدوه نتلاقى ونديروا حصه اخرى نتلاقى ونديروا نكملوا النص مسموع تاع هذا. اوكي نعم سو تفضلي. نعم ساو لقيت لي لقيت يا اخي المايك ساو لغت المايك لان الاذا كانت الحس بزاف ما قدرتش نسمعوا. اوكي لازم نفهموا. ثانيا لقيت لي الوقت التوقيت فوالا دونك سي مام مغرب تلاميذ يحبوا يسمعوك ما كاش الحس. ثانيا التوقيت عندي التوقيت الان درنا بالسبت والحد كنا نديرو 3 سوايع في الاسبوع ساعتين ما يكفوناش على بالي لكن ممكن نديرو ساعه اخرى ممكن صباح بالسبت صباح ممكن ولا اوكي نشوفوا بالويكاند ممكن نديرو ساعة بالويكاند وحدة أخرى ولا ساعتين نديرو ساعة الفرنسية وساعة وحدة أخرى الإنجليزية لأن الإنجليزية لازم نديرو فيها التمارين لازم التمارين هو الصح. أوكي هيا خلاص نتلاقاو يوم الجمعة إن شاء الله. أوكي تهلاو في روحكم جود باي السلام عليكم ثانك يو باي باي بو باي عبد الحق باي 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 باي.